أهلا بيك، احكي لي من البداية شلون كانت حياتك؟ انت مكملة دراسة؟ لا، بأي عمر تزوجتي؟ أنا مثل هواي بنات ما كملت دراستي، ويعني بس بلغت صار عمري 12 سنة تزوجت ابن جيراننا، يعني بعد عن كم بيت ويصير مقابلنا. فتزوجت يعني ما أعرف بالبداية، كل أمة هي صارت أمي وعلمتني على شغل البيت. هو بالبداية من تزوجنا كان يعني أكبر مني، بس هم صغير عمره 17 سنة يشتغل. إحنا طبعا يشتغل شغلة بسيطة، يعني يشتغل عمالة يوم هيجي، كل يوم هي شغلة جديدة. لحد ما أنا صار عندي أول طفل، ظلي يدور على شغل يعني بغير محافظات، شغل يعني إذا شغل أطوار، شغل يعطي فلوس هواية، لأن ظلت ما تكفينا يعني الأجرة مالته. فلقى لي شغل بوحدة من المحافظات وظل يروح كل فترة هناك. صار عندي أني أول طفل، ويعني زين، هو حياتنا زينة ما بيها أي مشكلة، بس هو ظل شلون يعني يروح يبات مثلا أسبوعين أو يجي كم يوم، بعدين ظل كل شهر يجي همات كم يوم. أنا ما عندي أي مشكلة وما عندي يعني هذا الشيء ضارني، بس بعدين ظليت ألاحظة يعني تغير علي، ردت منه طفل ثاني، إنه يعني أنا عندي بس هذا الطفل، وقلت خلي أخاوي هو يحشون براسي لازم تسوين طفل يعني، ولازم تسوين معدك صغيرة. ما قبل هو طبعا، لا أنا بالبداية يعني ما صار عندي أطفال، يعني تزوجت يعني بقيت سنتين يلا صار عندي أول طفل، وهو همتين سنتين يلا قدرنا إنه شوية نوقف على حيلنا وهو من اشتغل. فرد الطفل الثاني ما قبل هو على الطفل الثاني، فصارت مشاكلنا على الأطفال، إنه أنا أريد أطفال وهو ما يريد. أهله هم صافين وياه، يوم وياه يعني إذا هو موجود وياه، وإذا أنا يحجون وياي عادي يصيرون وياي. أهلي همات يعني وياي إنه لازم يسوين طفل بعدك صغيرة ولا تكبرين، وهذا ابنك راح يكبر، ومن هذا الحكي. فأني ما أعرف ليش هو دائما هيجي، فظليت أراقب يعني يخابر من يجي. هو يجي كم يوم بس، يعني مثلا يخابر يروح يقعد يوحد يخابر، يقول ويا من تحكي؟ يقول ويا أصدقائي. أنا أصدقائي اللي يعني بهاي المحافظة صاروا مثل إخواني، ودائما سولف وياهم. ما أنا ما كذبته وقلت الموضوع عادي، بس بعدين شوف حتى هي ويعني مثلا كل مرة تعرف شلون زوجها يعني من يتعامل وياها، هاي شفته تغير علي ومو مثل قبل، يعني مثل يشتاق لي من يجي، هاي يعني شلون عنده ورود. أسئلة لي شان أسرة وياك أنا بيا السبب؟ قلي لا، أنت ما بيك أي سبب، المشكلة بيا أنا، وهذا الشيء طبيعي، أنا جاية أتعب بالشغل. يعني لا يكفي النمو الجسدي، النمو الجسدي لا يعني شيء، هو نمو متكامل، لكن عملية يعني الاندماج في المجتمع تحتاج إلى نمو آخر، اللي هو النمو المعرفي احنا نسميه، أو النمو العقلي. عملية معرفة العلاقات وطبيعة العلاقات، معرفة ما يترتب على الأنثى من واجبات وما يترتب على الذكر من واجبات في هذا المجتمع، فهم ما هي الأسرة، كيف تبنى الأسر، شنو هو المطلوب من كل طرف حتى تنجح، مسألة التوافق. يعني إذا سمحتي لي يمكن أطلع شوية عن الموضوع. يعني إحنا للأسف يعني بسبب الظروف اللي يعيشها المجتمع العراقي والأسر العراقية، الشباب العراقيين يتزوجون مع أسرهم في المنزل مع أهله، وهذا ربما يكون بجانب إيجابي إنه هو قريب على أبوه وأمه،
ويراعيهم، لكن هو من ناحية التوافق ليس جيدا، على مستوى التوافق الأسري ليس جيدا، لأن التوافق بين الزوج والزوجة هو مثل النسبة المئوية، إذا كانوا هناك طرفين فإن احتمالية نجاح العلاقة هو 50%، أما تنجح أو تفشل. حينما يدخل طرف ثالث يتطلب من الزوجة أن تجد توافقا أو توازنا بين علاقتها بزوجها وعلاقتها بأم زوجها، وبالتالي انخفضت نسبة التوافق المحتمل أو اللي احنا نسميه الافتراضي إلى 33%، 33. هذه نزلت نسبة التوافق إلى الثلث. إذا دخل الأب أصبحت لازم تتوافق مع زوجها ومع أبو زوجها ومع أم زوجها، انخفض التوافق إلى الربع. وإذا أكو حماه بالمسألة، وإذا أكو أولاد آخرين أو بنات آخرين بالمنزل، وبالتالي احتمالية أن تعيش متوافقة سعيدة تنخفض كثيراً مع وجود أسرة. هذه من 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 يعني من أهم المشكلات اللي تسبب الطلاق في العراق. الأسرة المنفردة أو نسموها أسرة النواة هي أفضل شيء، وهو يعني هو الطبيعة البشرية هكذا. يعني إحنا لو كنا هو هذا يجب، وإحنا قلنا من البداية هناك نمو معرفي لدى الذكر ولدى الأنثى، لدى الرجل أو الشاب ولدى الشابة. يجب أن يعرف الشاب ما مطلوب من عنده، هو شنو مطلوب من عنده؟ مطلوب من عنده أن يشارك امرأة في حياته، فيشارك في ماذا؟ إذا كان لا يملك شيء يشاركها في ماذا؟ فهو عليه أن يعرف أنه لديه ما يشارك الأخرى به، ما يشارك حبيبته صديقته أو زوجته به، فلازم عنده شيء يشاركه. فيجب أن يكون على الأقل مستقر ماديا، لا نقول أنه لديه أموال، ولكن مستقر يستطيع أن يعني يوفي أو يفي بمتطلبات الأسرة. يعرف أنه بعد 9 أشهر أو بعد سنة حيكون عنده مولود، والمولود إلى متطلباته، والأسرة تستمر بزيادة في المتطلبات. يعني هو عليه أن يعرف إذا كان اليوم أجر اللي يحصل عليه من أجر من عمله من محله من شركته من وظيفته، إذا الآن يا دوب يكفي، فعليه أن يفكر ماذا بعد ذلك. يعني أنت دكتور مو مع الزواج بعد؟ لا أبداً 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 أبداً. أنا مع أن يكون الشخص يعني عقلانياً في عملية الزواج. كل شخص لديه سن مناسب ما يتوافق مع ظروفه. يعني الشخص اللي مترف مادياً الذي لديه أموال، لدى أسرته أموال، ويستطيع أن يستقل مادياً عن أسرته، ليس فقط أبوه لديه أموال، هو يستطيع أن يستقل من خلال ما يعطيه أبوه أو من خلال يعني المشروع الذي يعني يتبناه هو بذاته أو مساعدة أسرته في أن يتبنى مشروعا. هذا خليه يتزوج بعمر 20-25 ماكو مشكلة، لكن طالب في الجامعة كيف يتزوج؟ كيف لديه متطلبات الزواج؟ لديه فيه متطلبات كثيرة الحقيقة. شو إذا هو أصلا ما كمل يشتغل عمال؟ إيه هذه مشكلة. يعني أنا أستغرب، وهذه يعني مسألة غريبة، أحيانا حتى يطلع على قنوات التلفزيون يلتقون بشخص في منطقة يعني احنا نسميها الحواسب، قاعد في بيت عشوائيات، قاعد في بيت من الصفيح، ويقول انا عندي 7. انت ليش عندك 7 وانت قاعد في بيت من الصفيح؟ شلون عندك 7 أطفال؟ كيف لك الجرأة ان تتلاعب ب7 أرواح وانت ليس لديك قوت يومك؟ يجب ان يكون الانسان عقلانيا في الاختيار، عقلانيا في القرار. ما يصير انت قاعد بمنطقة هي يعني اذا كانت هناك مسؤولية للدولة على للأشخاص، لا تكون مسؤولية عبثية ومفتوحة. هذه الفكرة حقيقة منذ سنوات الآن بدت يعني في المجتمع العراقي كثير ما يتم التطرق إليها، سواء بالمجال الإعلامي، المشاكل النفسية التي ترد إلينا، المشاكل الاجتماعية، المحاكم الآن تعاني من هذه القضية بالذات. هناك اختلاف ما بين أنه هل تكون هي مكتملة جسديا، يختلف عن أنه نفسيا واجتماعيا. يعني بالعراق ممكن بعض المحافظات اللي موجودة بعمر 12 سنة أقل من عدها، لأن قضية البلوغ يعني بها مجموعة من العوامل، ممكن أنه الأنثى تبلغ بعض الأحيان قبل 12 10 8 8 سنوات، وممكن أعلى طبعا. هذه بها قضايا أخرى
تتعلق حتى بالأجواء يعني الرطوبة والحرارة، لكن هذا مو هو الموضوع اللي الأهم، لأنه بما أنه هي تزوجت إذن هي بالغة، لكن قضية أنه البلوغ الجنسي والجسدي الآن هو غير كافي، لأنه غير كافي. أنا هل أنه أحتاج فقط أنه هو بلوغ؟ لا، لتكوين عائلة ورعاية أطفال ورعاية زوج هنالك شيء أهم، أنه هي تكون اجتماعيا ونفسيا. هي بال 12 سنة يعني بعمر الصف السادس ابتدائي، يعني المثيلاتها ما زالت في المدرسة، تعطى لها هدايا لإجابتها الصحيحة وتصفق لها، فبالتالي هي ما مهيئة يعني كجول الأسرة. لكن عندنا كثير من المحافظات، كثير من العوائل حقيقة بعض الأحيان قد تكون أنه الجانب المادي يدفع هذه العوائل، بعض الأحيان التفكك الأسري، فقدان أحد الوالدين يدفع هذه العائلة إلى أنه ممكن أنه تزوج هذه الطفلة وهي صغيرة. هنا راح تكون المشاكل فيما بعد، تكون ناضجة مكتملة، لكن الجانب النفسي والاجتماعي يكون غير مكتمل، وهنا راح تكون مجموعة من المشاكل، عدم القدرة على تكوين أسرة، عدم الإمكانية فهم الرجل وطلباته ورغباته، أيضا عدم القدرة على إنشاء جو أسري آمن ومستقر نفسيا واجتماعيا، وهذا يؤدي بكثير من الأحيان إلى الطلاق. الآن نسب الطلاق شهريا تقريبا من 6000 إلى 8 و10000 حالة طلاق شهريا بمحافظات العراق، وغالبيتها نتيجة الزواج المبكر. حتى هذه تحتاج إلى توعية، يعني عملية إحنا العراق الآن يعني جاوزنا 40 مليون، وهذا فعدد كبير بالنسبة إلى مساحتنا ومواردنا، وما نحتاج يعني ما نحتاج أن نزداد بالعدد، يعني يفضل أنه العراق يبقى في هذا العدد أو يقل إذا أكو إمكاني. إحنا نزيد في بمعدل هائل يعني سنويا، وهذا ليس في صالح موارد البلد المحدودة ولا حتى في مساحتنا وقدرتنا على تلبية متطلبات المجتمع العراقي. وعليه يجب أن يكون هناك رادع لهؤلاء الأفراد، يعني هو مسؤوليته ليس فقط أن يتزوج وينجب أطفال ويرميهم إلى الشارع ونشوفهم بالطرقات وبالتقاطعات وبكذا، يجب أن يكون هناك رادع قانوني لهؤلاء. يعني الشخص يجب عليه أن يعني يكون فكرة واضحة عن المستقبل، عما يريد. نعم العفو. نعم، ليس هكذا، هناك متطلبات. يعني الشخص الذي ليس لديه يعني الإمكانية حتى بالدين، من استطاع منكم الباءة فالباءة هي الإمكانية والقدرة الجسدية والقدرة المادية، فاللي لديه القدرة يتوكل يتزوج في عمر، لكن مع ذلك أنا لا أفضل الزواج قبل 22، يعني قبل أن يكمل الجامعة. إحنا بحكم تدريسنا للطلاب فرق شاسع وكبير بين تفكير طالب الأول جامعة في المرحلة الأولى وبين طالب الرابع يصبح صديق للأستاذ، يصبح يعني متفهم للعملية التعليمية، متفهم للحياة، ففرق كبير. فأنا لا أحبذ أبدا زواج الولد أو البنية قبل سن 22 اللي هو سن إنهاء الدراسة، ينهي دراسته يتوجه إلى عمله سنة أو سنتين، يضع بصماته على عمله، يكون في يعني راسخ القدمين، ثم بعد ذلك يفكر في عملية الارتباط إذا كان لديه ما يؤهله، وإذا كان لديه يعني ما كان لديه ما يؤهله عليه أن يصبر، لا يورط نفسه ولا يورط الإنسانة ولا يورط الإنسانة الأخرى معه. يعني دائما من سر شك بالزوج لازم أكو مواقف صارت، شو المواقف اللي خلتك تشكين بأنه أكو وحدة ثانية بحياة زوجك؟ سايست الموضوع وسكتت لحد ما فد يوم، ويعني صار تلفوني يدق واني قلت خلي اجاوب، طبعا الرقم ماكو مكاتبه، هو جاوبت وحدة قلت لها حبيب الله يساعدك رأسا يعني، فانا تخبلت يعني تسترت، رحت هو كان بالحمام فدقيت عليه الباب قلت لها هاي منو؟ قال لي ما ادري منو هاي، خاف صديقي يناصب علي. شنو سمعت؟ قلت له وحده جاوبتني هيش، قالت لي، قال لي مستحيل هاي جوز واحد من اصدقائي، وما اهتم لي وظليت انا احرق دمي وبكيت انهاريت. المهم رجع هو، طلع رجع عمي نفس الشيء يعني تعاركت وياه هو خلى وراح.
قال أنا رايح بعد ما أجي شهر يلا أجي، وسواها صدق شهر ويلا أجي. من أجي أنا هالفترة يعني بهاي الشهر حكيت ويا أمي، قلت لها أنا سمعت وهو عنده علاقة بوحده فلازم تشوفي لي الموضوع، وأني إذا أجي هالمرة وما حليت الموضوع ويا أنا أخذ ابني وأروح لأهلي بعد ما أجيكم. من هو اجي امه قالت له يعني شنو انت ليش تدور هاي السوالف، شنو قاصرها يعني زوجتك شو زينة وساعدتني بالبيت وابنها زين يعني ليش تسوي. فهو قالها لا انا ما عندي علاقات، انا مستحيل هيك اسوي شيء، انا ما اخون وما اسوي هيك شيء. قلت له لعد ويا من حكيت؟ قالها ماكو شيء، ما حاكي ويا احد انا. فأني ما صدقت، قلت له من هالمرة راح تروح للشغل أخذني وياك يوم يومين هيك تونس ورجعني. قال لي شنو أنا قبل رايحة تونس غير أشتغل؟ قلت له يعني هي بالإجازة بس وديني وياك خلي أشوف يعني أشوف شغلك أشوف اللي هي المحافظة اللي أنت بيها. ما قبل، ظل يعاند كل شيء أطلب من يمه يعاند، مخابرات أدق عليه لو يجاوب لو ما يجاوب، ويعني بالليل همين ما يجاوب. فأنا شكيت موضوعه مو طبيعي لحد ما أجي همين راح وأجي. قلت له أنا بعد ها هي أنا يعني راح أخذ ابني وأروح لأهلي لأن أنت ما يفيد وياك وما جاي تقول لي شنو وضعك. قال الصراحة أنا راح أقول لك إياه بس أنتي أدري بيش راح تزعلين وهاي، بس أنا ما مسوي شي غلط وهذا حق. قال أنا متزوج ومتزوج وحدة موظفة. لا هي يبدو أنه أكو كان من دعمها، إحنا نسميه دعم الاجتماعي قبل أن تصل إلى مرحلة الانهيار، لأن هنا وكأنه أنا قاعد أفقد زوج وأب بذات الوقت، لأن هي طفلة يعني من زوجوها تقول أنا انتقلت أنه حسيته هو أبي وأخي وزوجي وإلى آخره، وكأنه من هي اكتشفت أنه هو متزوج فقدت ثلاثة أشخاص في وقت واحد مو يعني شخص واحد، فبالتالي إحنا نسميه تروما، تعرضت لحدث صادم. يعني كثير من الحالات ممكن تؤدي بها إلى الانتحار، تحرق نفسها مثلا، تقطع الشريان، لكن هي هنا قد يكون أنه العائلة اللي موجودة كان يسندوها باعتبار أنه عمتها أيضا كانت بمثابة الأم، فكان بعض الأحيان أكو مساندة إلها، وبعض الأحيان قد تكون تساند ابنها، فهذا العامل كان جيد يعني إلها. لكن يعني حقيقة يعني جيد أنه ما اتخذت الجانب السلبي في كثير من الأحيان، النساء حتى أكبر من عندها ممكن تتخذ هذا. هو يعني إحنا نقول إذا وصلت إلى هذه المرحلة أنه لازم يعني يقترن عليه أن يعني يخير زوجته الأولى أن في البقاء معها أو الانفصال بكرامة يعني، ويصارحها إذا كان ما زال لديها شيء في قلبه، يعني ما زال لديه مشاعر تجاهها أو أنه لا ليس لديه مشاعر تجاه، يقعد ويصارح وهي صاحبة القرار. مو أكو شيء بالمجتمع، لا أكو تهيؤ مجتمعي، إحنا ما عندنا هذا التهيؤ المجتمع الآن. حتى إذا واحد عنده إمكانية ويقول أزوج كل أتزوج وكل وحدة قاعدة بمكان، المجتمع ما يتقبله، لكن المجتمعات الخليجية عندهم تهيؤ. لا هو إحنا كمجتمع بغداد ممكن يعني إحنا، لكن أكو بالمحافظات موجود هاي الحالات إنه حتى يجمعهم ببيت واحد ممكن، لكن غالبية بغداد وغالبية المحافظات ما تقبل بهذا الشيء. يعني على أساس تقول أنا تجمعني مع زوجة أخرى، فالمجتمع له تأثير، أما الجانب المادي نوعا ما له تأثير، لكن كمجتمع العراقي العادات والتقاليد هي اللي تحكمنا. يصارحها ويقعدون قاعدة مصارحة ومكاشفة، ويبقى القرار إلها أنه هي تبقى معه من أجل أطفال، من أجل كذا من أجل كذا. ربما بعض النساء لديها علة ما وكذا، هو يبحث عن شيء لا يجده في زوجته، وهي تعي ما لديها وطبيعة المجتمع ولديها أطفال وكذا، وهي ليست ربما يعني غير قادرة على تحصيل المادي، فظل معتمدة على رجل، فتقول له ماشي أنا أبقى هذه وصف علينا وكذا وانت روح شوف حياتك. هذا إذا هي موافقة، هي مبررة لنفسها. أما أن تكتشف بعد مطاردات بوليسية خيانة هذا الرجل، هو هذا اللي أدى إلى صدمتها، وهي الآن ترفض بسبب تبعات ذيك الصدمة يعني.
أنا ممنون بكم. وشون تزوجتها شون؟ يقول يعني صارت شفتها ويعني ما أعرف شون يعني، وما شرح لي بالضبط، بس إنه هي صاير عتها توأم من يمه يعني، وهي أصلا كبيرة بالعمر يعني عمرها تقريبا 45 هيجي شي، حتى احنا تعجبنا يعني شلون هيجي عمر وصار عتها توأم. يعني هي حقيقة هنا الموضوع شو أقول لك، بي جنبه أنانية وجنبه ممكن تحل المشكلة هي. يعني الأنانية اللي موجودة إنه هي تريد حتى لو تجمع الزوجة، وهي متأكدة إنه الزوجة ما تقبل، لأن هي لو تقبل كان يكون الزواج علني، مو يكون يعني سري. فبالتالي هنا أكو مجموعة إنه القضية المرأة الثانية هي تريد تحافظ على هذا الكيان الجديد، باعتبار هي في ضياع الآن، والمجتمع ما يتقبل المطلقة والأرملة، فهي تريد تحافظ على هذا الكيان الجديد بأي حالة. هي أساساً من وجهة نظرها تضحي، يعني بمفهوم المرأة العراقية من تجيب الضرة وتقعد وياها أكيد هاي تضحية، لكن في نفس الوقت في مجال النفس يكون أنانية أنه أنا قاعد أجيب أجبر المرأة الأولى تعيش ويانا يا أما تطلق، هذا المفهوم. فهنا تداخل يعني بين المفهومين. أنا تخبلت قلت يعني مستحيل أبقى وياه، أنا يعني صغيرة وأم ابنة وأنا يعني ربيت على إيدي، أنا صغيرة وهيك أخذ وحدة يعني أكو بي مشكلة. أخذت ابني ورحت لأهلي، طبعا احنا قلت لك احنا قريبين يعني، اهلي شنو رد فعلهم؟ اهلي وقفوا وياي، شنو تتزوج على بيتنا وشنو قاصره وتروح تاخذ لك وحده موظفه والله هي شنو يعني، انت مو جاي تشتغل تريد وحده تصرف عليك، وفوقها مسوي توأم يعني وحده كبيره يعني وايه حكي صار. المهم هو ما طبيها، طبعا ما طبيها، وهي ايش قالت لي؟ قالت لي انا ما عندي مشكله تجي عليه، انه تجي ونقعد ببيت وحدنا وعادي انا ادفع الايجار مثل ما هي هسه تدفع الايجار. طبعا انا رفضت هذا الشيء، وانا الفكره اصلا رافضتها، يلا اروح اقعد وياها بنفس البيت وهذا مستحيل، هي اول ترى راح تطفشني اذا اقعد وياها. فقلت له انا حل الموضوع، خلينا نفصل. ما قبل بالبدايه نفصل، وقيت عند اهلي، و يعني أنا ما أريد تحل الموضوع يعني محكمة ويتشيل، ما أعرف وما عدنا يعني نروح نخلي محامي وتعال مراجعات. فظلينا تروح عليه ناس وهو يودي علينا ناس حتى نتصالح، أنا ما قبلت بالصلح، فحليناها ودي بيناتنا. أي نعم، فعليه يجب أن تكون المرأة هي صاحبة يعني المرأة والرجل، لكن المرأة إحنا نحكي الآن على يعني عملية قمع النساء، المرأة يجب أن تكون هي صاحبة القرار في أن تبقى مع هذا الرجل أو لا تبقى معه، بحكم يعني قرار داخلي، مو لأن عندها أطفال، مو لأن هي ما تلقى واحد يعيلها، مو لأن هي راح تتضرر ماديا، مو لأن ما راح تلقى بيت تعيش به، لا، يجب أن يكون قرار داخلي. لما يكون قرار داخلي هو هذا الصح، ولما يكون لدى الرجل معرفة حقيقية وواقعية ده يشوف قدامه انه المرأة في هذا المجتمع لديها قرار ذاتي في البقاء مع رجل او تركه، سوف يتغير طبيعة التفكير بالمرأة، وسوف يتغير طبيعة الارتباط، ويعاد بناء المجتمع بشكل افضل. يحتاج الى قانون ومجتمع يسند، توعية من الصغر من الاطفال، قلنا مناهج تربوية، وبعدين وقانون يحمي المرأة وتغيير مجتمعي. هي قضية العمل بحد ذاته يعني لها أبعاد، إنه العمل ليست حاجة، الحاجة البيولوجية إنه أكل وشرب لازم موجود عنده، فرح يضطر بغض النظر عن إنه هل هو العمل قريب أم بعيد، يحتاج هو لازم يعمل حتى يسد الفراغ الموجود بالعائلة. بعض الأحيان اللي قاعد يصير من حالات طلاق إنه عمل الزوج خارج البلد أو خارج المحافظة، أنا الآن أحتاج إلى عمل وأنتقل إلى محافظة أخرى فترات طويلة، هنا أنا أريد أسد فراغ اللي عندي إنه هو الحاجة المادية. في نفس الوقت أكو هنا راح يكون فراغ عاطفي إحنا نسميه، يعني هو متزوج لكن فكرة بعيد، زوجته بعيدة، هو موجود هناك عنده رغبات، عنده مستوى من النضوج الجنسي، يحتاج وهو دا يعرف هاي المعاناة من أجل الحصول على المال لأنه يعيش عائلته.
إذا أتيحت إلى فرصة. كثير من الأحيان يتزوج بالمرأة الثانية اللي هي تكون أكبر منه بعض الأحيان بقد يعني أمه، وحتى بعض الأحيان عندها أطفال. المهم هي هنا راح تسد لهذا الفراغ العاطفي والجانب المادي تشبعه، فبالتالي هو ممكن يعني يروح، وهذا قاعد يؤدي إلى كثير من الأحيان مشاكل وطلاق، لأنه الزوجة الأولى ما تقبل أنه تبقى مع زوجة ثانية. بعض النساء وبعض البنات يعني تنفر تماما، ويعني طبيعة شخصية هذه، نشأت هكذا، ربيت هكذا، يعني نشأت من طفولة أنه هي لا تقبل بالضيم أو بالحيف يعني، فترفض يعني تنفر، وهذه هي طبيعة شخصيتها هكذا. فبعض النساء يرفضن مجرد الاحتمالية أن تكون لدى زوجها علاقة، يعني تصير في وضع سيء جدا، وربما تسوء العلاقة بيناتهم إلى حد كبير. وبعض النساء تقول يعني تبرر لنفسها، تجد تبريرات لنفسها وتقول يعني هو مأولة إلي، نهايته يمي، وين يروح يفتر ويرجع لي إذا كان عنده علاقات متعددة، وإذا كان متزوج تجد تبريرات لنفسها وتقول هذا كذا هذا كذا، لكن أطفالي هذا حقه، هذا كذا، أنا خاف مقصرة وياك، تجد تبريرات يعني لنفسها، وهي طبيعة شخصيتها هكذا تتقبل يعني. لكن شخصيات أخرى لا تتقبل، هذه أيضا تعتمد على يعني طبيعة الشخصية للبنية، ليس فيه صح وخطأ يعني على هذا المستوى. يعني اللي تحافظ على أسرتها ليست مخطئة، واللي ترفض أيضا ليست مخطئة، بس يعني بشكل عام احنا في مجال اختصاصنا، يعني اذا كانت الانسان صاحب قرار وهذا القرار هو متخذه على اساس علمي وتفكير بعد تفكير وتمحيص يعني، فهو هذا الافضل يعني، انه واحد يتخذ قرار ايا كان قراره، لكن هو يكون هو صاحب القرار، ليس بضغط الاطفال وليس بضغط المعيشه. الحقيقه يعني أنا أعتقد يعني رأيي المتواضع، أنه لو أنه هناك قانون يحمي المرأة من التعنيف ويعني يوفر ملاذات آمنة للمعنفات ويضمن مستقبلها ويعطيها راتب، وزارة الصحة قد قاعد تعمل، لكن مو بشكل ملحوظ، أنه أكو قبل أنه أكو دورات، كان ورش بالذات بأطراف بغداد وأطراف المحافظات اللي المناطق اللي يكون عندهم ثقافة قليلة في هذا المجال، عدم القدرة على الاطلاع على التلفزيون، على النشرات، المجلات، الموبايلات، ما ينشر من أخبار، لكن هو موجود لغاية الآن. الكثير من الرجال يعتقد أنه تحديد النسل ذكر أم أنثى سبب المرأة، ويروح يتزوج مرة ثانية وثالثة، لكن هو القضية الكروموسوم موجود عند الرجل مو عند المرأة. أما أنه تقولين كمجتمع لا يدرك أنه هالعمر زواج 18، بعض الأحيان 18 وما تقدر تخلف، يوصل إلى 30، قد يكون خلل من عدها أو من الرجل، وعمر 40 و50 كثير من الدول وكثير من المحافظات بعد 45 و50 وما زالت يعني شو اسمه هي قادرة على الإنجاب. فهذا مو مقياس ولا معيار، لكن سوء فهم الأفراد لهذا المفهوم. أهم سؤال بكل حالة نسألها بأنه الحقوق أخذتيها المؤخر ماتج، شلون صارت المسائل هذه القانونية، اللي جئت للقانون أم حليتوها بالود؟ طبعا أنا تزوجت كان المهربات 5 بـ5، هو قال أعطيك إياها هاي 5 كاملة ما عندي، وأخذي شتين الغرفة أخذيها ما عنده مشكلة. ابني قال بين أهله وأهلي، يعني يبقى من يجي هو يروح يبات يم ابني يشوفه، واي وهو مو بعيدة أني قريبة عليهم، فانفصلنا ومشت الأمور طبيعية يعني. فصارت عندهم فاتحة، فقالوا إنه هي زوجتي اجتي، طبعا أنا ما رحت، بس كلها ماخذي لها صور وودوليها يعني فرق عنا وكبيرة يعني. أنا لسه مصدومة إنه شلون سوى هيك شيء، أنا صغيرة وشكلي يعني ما أقول أني كلش حلوة، أقول أني حلوة والحمد لله مقتنعة بشكلي، بس هو ليش أخذ هيك وحدة كبيرة بالعمر؟ نعم وهذه أيضا تحتاج إلى حلول حقيقة، يعني نحتاج إلى سن قوانين، بالإضافة إلى نحتاج إلى برامج توعوية وتعليمية
من السنة الأولى الابتدائية، ليس فقط بشأن العلاقات الإنسانية فقط، يعني ما يجب على المرأة ومتطلبات الزواج ومتطلبات الأسرة وتكوين الأسرة، ليس فقط هذه، بل حتى النظافة الشخصية. أنا لو كان الأمر بيدي لكنت أجبرت أو وضعت برامج إجبارية لكيف نبدأ بكيفية نظافة الجسد، كيف تنظف جسدك أولا، كيف تهتم بجسدك أنت كإنسان أولا، كيف تنظف جسدك، ثم كيف تنظف غرفتك، ثم بيتك، ثم شارعك، ثم مدينتك. نبدأ منا وثم ننتقل شنو طبيعة العلاقة اللي يجب أن تكون مع أبوك، مع أمك، مع أخوانك، مع أخواتك، مع جيرانك، ثم ننتقل كيف يجب أن تكون علاقتك مع مدينتك. لا لا تطبيقية، هذه ونسميها حياة ونسميها علوم ونسميها أخلاقية أي شيء. ثم بعد ذلك كيف تكون علاقتك مع بلدك، ما المطلوب أنت، شنو الواجبات اللي عليك وشنو الحقوق اللي إلك. نعلم الناس كيف يفكرون، كيف يعني يتفاعلون مع المجتمع. ثم بعد ذلك كيف تكون مثلا أسرية، كيف يكون أسرة، نصنع برنامج واضح يضعه خبراء، هذا البرنامج يتم وضعه من قبل الخبراء لكيفية تكوين الأسرة. ما هي متطلبات تكوين أسرة؟ يجب أن يكون لدى الأسرة ما يؤهلها لأن تنجح، بعد ذلك يؤهلها أن تأتي بفرد جديد إلى الحياة. شنو المطلوب من عندك من هذا الفرد؟ أولا مطلوب من عندك أن تهيئ له ما يحتاجه، وبالتالي يجب أن تنجب بقدر إمكانيتك. يعني أنت إمكانيتك أن تنجب فرد واحد، لا بس فرد واحد خلاص، الآخر إمكانيته أكثر. مع ذلك مع كل الإمكانية، لو كان واحد إمكانيته والله نفضل عليه كثيرا ولديه إمكانية جيدة، يجب أن لا يزيد عن 4 في كل الأحوال، لأن أكثر من 4 حتى ينسى أسماءهم يظل. يعني أكو ناس عندهم 9 أطفال ما يعرف اسم إيه، حتى الأسماء يخربط بيها. فالقصد يعني مع كل ذلك مع كل الإمكانية اللي يملكها الإنسان، يجب أن يكون يعني موجه التفكير. 4 يا دوب يلحق يعلمهم، يا دوب يلحق يدربهم، يا دوب يلحق. زين أنت مطلوب منك، هذا ابنك مطلوب منك من يكبر أن توفر له سبل الحياة. أنت مو تشمر في أتون هذا البحر المتلاطم الحياة، لا توفر له. إذا كان لديك الإمكانية وأنت أب واعي، يجب أن يعني شب الشاب وهو وأنت لديك مثلا قطعة أرض إله، لديك بناء إله، لديك كذا. زين هو اللي عنده 4 معقولة بهذه الظروف يجيب 4 بيوت مثلا؟ يقدر يجيب 4 بيوت؟ إذا جاب واحد إله زين. فالقصد يعني يجب هكذا أن يفكر الأب، يفكر أولا كيف يعلم ابنه، يحافظ على صحته، ثم هذا الابن مسؤولية الأب، يجب أن يعلمه تعليم زين، تعليم جيد، ويوفر له كل سبل النجاح. بعد ذلك يوفر له حتى يدفع باتجاه يعني تحصيل يعني تحصيل العمل، يعني تحصيل الأموال، يعني يوجهه ماديا، يوفر له بيت للزواج، يوفر له. هذه مسؤولية الأب. زين هو إذا عندك واحد ممكن بيتك تقسمه بالنص أنت وابنك، إذا عندك 2 بنية والولد البنية صارت بعد هي مسؤولية زوجها، لكن الولد مثلا تبطي طابق الفوق وانت تسكن من جوه، يعني تجد حلا تبطي شقة يعني كأنما، هذا حل جيد. لكن إذا عندك 6 أطفال منين نجيب 6 بيوت؟ إذا عندك 7 أطفال منين نجيب 7 بيوت؟ وهذه مسؤولية الأب، مسؤولية، وإلا يشومر بالهذه ويقعد بهذه السكن الغير مناسب. بعد التجربة الأولى تصير أكيد خبرة للإنسان ولازم يفكر بحياة جديدة. أنت شنو تفكرين؟ ممكن تتزوجين مرة ثانية؟ ماكو أمل إنه أرجع، أصلاً أنا فكرة الزواج هسه رفضتها. هسه يعني صار عمري 25 سنة، الموضوع يعني صار له هواية، بس كلها تقول لي زوجي وابنش تعدش ولد مو مثل البنية، يعني ولد رجال يعتمد على نفسه وشوف حياتك، بس أنا مصدومة يعني باللي سوا زوجي وياي. وأنا أصلا من زوجت يعني كنت صغيرة، يعني هاي شون أول فرحتي وما شايفة الدنيا وما أعرف، فخايفة أنه أتزوج مرة ثانية، واللي أتزوج شون راح أعيش فيها، يعني صار عندي كلش أخاف من وضعي وأخاف ما أنجح بحياتي. بس يعني هسه آخر فترة يعني تقدموا لي أكثر من واحد، يعني الحمد لله يجوني، يعني مو ماكو يعني قلت شون أكو بنات مثلا يجيها ما
مطلق لو يجيها عنده عائلة، لا أنا يجون حتى ما متزوجين. فقلت لا بعد ها هي أنه لازم أتزوج، بس بعدني ما ماخذ القرار الأخير، وبس ردت هذا الشخص يعني اللي متقدم لي قبل فترة ومقتنع بي أني أسكت شلون أتعرف عليه أحكي وياه أكثر، وما أريد أخطأ، خاف يفهموني غلط، خاف عبالهم أنه أني يعني تصير هيجي علاقة، وهي أنا أخاف من التلفون بعد اللي صار ويا زوجي الأول، أخاف من التلفون وسالفة التلفون، وأعتقد هو هذا اللي دمر حياتي هو التلفون، لعت وشون عرفها هاي زوجته، وهذا كل اللي صار لي. هو هذا الاعتبار، هو هذا الاعتبار منين اجى؟ اجى من المجتمع. واحد من عنده ابنه يريد الزوجه يقول له لا تاخذ المطلقه، خو روح ياخذ وحده ما متزوجه يعني. فهذا الاعتبار اللي عندها مو هي اعتباطا جابته من معرفتها من يعني عشوائيا، لا مجتمعها، حتى تلقى داخل البيت الواحد من يريدون يزوجون واكو اخته مطلقه يقولوا له روح اخذ وحده ما متزوجه، ليش تاخذ وحده مطلقه؟ وموجوده اختها بصفها يعني. فهنا اللي دي يحكمنا انه المجتمع العراقي هذه النظره اللي موجوده الدونيه احنا نسميها، او تكون وصمه على البنت إذا كانت مطلقة أو كانت أرملة، وهي مو خطأ من عندها أغلب الأحيان يعني المجتمع أو الرجل نفسه. فإحنا شو نسوي؟ نرمي التهم كلها على هذه المرأة، فبالتالي تبدي ترضى بواحد متزوج وعنده أطفال وكبير السن ومريض وممكن يأخذه وينتقل إلى محافظة أخرى نتيجة الضغوط المجتمع، أنه أنت لا تطلعين لا تطبين، أنت عندك أطفال، أنت مطلقة، أنت متزوجة سابقا. فهذه الوصمة الاجتماعية بالمجتمع العراقي هي اللي قاعدة تولد ضغط نفسي على هذه المرأة. هي بسبب الصدمة، هي الحقيقة ما قبلت من رجلها لأنها يعني صدمت بهذا الرجل. الرجل الجديد هو معروف يعني يجي ولديه يعني مفتوح الملف مالته أمامها، فمفتوح الملف تقبل أو ترفض. لكن هذا الرجل اللي هو كان يسمعها الكلمات الجميلة ويسبق عليها الحب ليلا ونهارا، وإذا يطلع كاذب خائن يعني مدلس مخفي مثل الحرامي يضم ويخفي، هذا هي الصدمة اللي صارعتها، اللي صارعتها هذا بالضبط، أنه هي صدمت بشخص هو الدافع حالي عدم الرغبة بالزواج، أنه هي صدمت بشخص. هذا المعيار يعني يختلف من مرأة إلى أخرى، وباعتبار هي متعرضة لتروما احنا نسميه، حادث يعني صدمي نسميه. حقيقة ماكو، الدنيا متى توقف على شخص؟ رب العالمين هو خلق الذكر والأنثى، وممكن الزواج يعني ماكو مشكلة بأنه أنا أتزوج المرة الثانية أو حتى بعض الأحيان الثالثة، لأن النصيب ما قد يكون ما إجاه على مثل ما يقولون النسوان مثل ما أنا أريد. فالجانب النفسي المفروض هي تتهيئ، لأن هو هذا ما راح يقف عند حد، هذا الرجل تركها أو تزوج عليها وخلص انتهت الدنيا. ممكن احنا راح اكو عندها مجموعه من القضايا تكون حذره بالاختيار الطرف الثاني. الان سابقا كانت عمرها 12 سنه تعتبر اب واخ يعني وزوج، فما كان عندها امكانيه الاختيار. الان هي عندها مرحله من النضوج وقادره على تميز الشخص اللي يعني يكون مناسب لها او ما مناسب لها. طبعا احنا كمجتمع عراقي الان من نحطون المعايير للرجل، دائما المراه تفضل انه مستوى من الجانب المادي، جانب استقلال، لانه نقول البيت واحد العمه والشنه، وهذا راح يكون بمشاكل يعني داخل الاسره، لكن هي نفسيا المفروض تتهيئ.